خلاص عادي حبيبتي. اه يا بابا خلاص بقى يا بابا، روح انت وانا هطلع. خلاص ماشي حبيبتي، محتاجه اي حاجه؟ لا يا بابا. طيب انت معاكي عائشه بنت عمك فوق؟ اه. طب بقول لك ايه، ولا تكلميها ولا تقعدي معاها حتى سلام ربنا، لو سلمت عليكي ما تسلميش عليها. ليه يا بابا؟ ليه ايه؟ مش عارفه انا متخانق انا وعمك؟ بس احنا ملناش دعوه. هايدي ما تكلميش عائشه، لا اما بصي هتزعلي من بابا، انا بحبك، اللي اقول لك عليه تسمعيه. بس يا بابا. بس ايه؟ اطلعي على الدرس يا اما هوديك عند مستر تاني. طيب ماشي يا بابا خلاص. اتفضلي يلا. خلاص يا بابا هنا علشان الدرس اهو. تمام ماشي، متتأخريش ماشي؟ حاضر. اه صح، نسيت اقول لك، هايدي بنت عمك معاكي في الدرس؟ اه. طيب ما تكلمهاش، ولو قالت لك حتى ازيك ما ترديش عليها، تمام؟ ليه يا بابا؟ دي بنت عمي وانا بحبها قوي. مفيش حاجه اسمها بنت عم ولا بحبها، انا وعمك متخانقين مع بعض، قلت لك ما تكلمهاش يعني ما تكلمهاش. بس انا بحبها. مفيش حاجه اسمها بحبها، عمك متخانق معايا. ينفع كده يعني تروح تكلمي بنته؟ حاضر يا بابا. قلت لك حتى السلام عليكم ما ترديش عليها السلام. اطلع على طول تخش الدرس، تخلصي درسك تيجي على البيت. لو شفتك معانا هزعقلك. حاضر يا بابا. والا خلاص هوديك عند مستر خالد اللي انت كل شويه تقولي ما بحبوش ما بحبوش. حاضر. تمام؟ يلا مع السلامة. سلام. خلاص بقى يا هايدي همشي انا بقى. بس احنا ما لحقناش نقعد مع بعض. ما علشان بابايا زعقلي وقال لي ما ينفعش اقعد معاكي. بس ليه يعني؟ مش عارفة. على فكرة انا كمان بابا قال لي كده. طب نعمل ايه؟ مش عارفه، بس احنا ملناش ذنب في الموضوع ده وما ينفعش نسيب بعضنا ابدا مهما حصل. ايوه علشان احنا اصحاب وملناش دعوه ملناش دخل في الموضوع. انت اقرب حد ليا اساسا، ماليش غيرك، انت زي اختي. ايوه واحنا اولاد عم. بس ايش حال انت مشيتي؟ انا هزعل قوي، انا ماليش غيرك، احنا اصحاب واخوات. وانا بحبك قوي يا هايدي. يا بنات عاملين ايه؟ الحمد لله. الاخبار ازيكم؟ الحمد لله يا مستر. ايه مالكم مدمعين كده ليه؟ مفيش. مالك يا هايدي؟ في شويه مشاكل. مشاكل ايه المشاكل؟ باباها وبابايا متخانقين ومش عايزين نكلم بعض تاني. واحنا قريبين من بعض قوي، هما مش عايزين نتكلم بعض، ولو كلمنا بعض هيحصل مشكلة كبيرة جدا. بيزعلكم ازاي؟ المفروض يقعدوا معاكم ويتكلموا، هم اخوات المفروض يبقوا قريبين من بعض، ما ينفعش يبقى في مشاكل وانتوا مالكمش دعوة بالمشاكل. احنا قلنا لهم يا مستر وهم بيزعقوا لنا، وانا خايفة لو هم شافونا مع بعض هيزعقوا لنا. يزعقلكم ازاي؟ هم بيزعقوا لنا جامد وهيحصل مشاكل كتير جدا لو احنا لو كلمنا بعض تاني او شافونا مع بعض. هي يعني مش بس بنت عمي، دي صاحبتي واختي وكل حاجة، بنقعد مع بعض بنحكي لبعض كل حاجة. وانا كمان بحبها قوي يا مستر. لو بعدنا عن بعض يعني ممكن يحصلنا حاجة او بتضايق جدا. طب بص يا حبيبي انتي روحي، بص ما تخافوش اسمعوا كلامي. انتي روحي، بص يا هايدي روحي اقعدي مع والدك اتكلمي معاه بالراحة وان شاء الله المشكلة هتتحل، وانت برضو يا عائشة نفس النظام روحي وان شاء الله خير. يلا بقى عشان ما تتأخروش على البيت. يلا يلا باي. يلا مع السلامة. ايه يا عائشة اتأخرت ليه؟ ده انا كنت لسه هتصل بيكي. مفيش يا بابا، احنا كنا لسه خارجين من الدرس. هو التأخير كله عشان مشوار الدرس يعني؟ اه. طب خلاص مش مشكلة، يلا بس عشان نروح بقى اتوه عشان ما نستنى يعني. بابا ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ خير في ايه؟ هو انت ممكن تصالح عم محمد؟ يا دي النيلة، انا مش قلت الموضوع ده ما يتكلمش فيه تاني؟ يعني لازم اعلي صوتي واقول لك هوديكي درس تاني وتاني؟ تكلمت بنته صح؟ بصراحة يا بابا ايوه. كلمت بنته وانا قايل لك ما تكلمهاش. كلمتيها ليه؟ ما يا بابا هي بنت عمي وانا بحبها قوي واحنا متربيين مع بعض وبحبها قوي وما اقدرش استغنى عنها ابدا. وابوها اللي متخانق مع ابوك ده ايه؟ عادي؟ كلامها ما بيتسمعش؟ ما احنا يا بابا ملناش دخل. من النهارده مفيش مروح للدرس تاني، هوديك عند مستر خالد وهوديك وهجيبك، وموبايلك مفيش موبايلات، وكلام اللي هيتسمع
خلاص يا حبيبتي تعالى هنجيب الاكل من هنا ونطلع على طول. لا يا بابا انا عايزه اقول لك حاجه الاول. مالك يا حبيبتي؟ طب تعالى نتكلم فوق. لا انا عايزه اقول لك دلوقتي. ايه يا حبيبتي في ايه اللي حصل؟ هو ما ينفعش يا بابا تصالح عم احمد؟ عم احمد؟ يا هايدي مش انا قلت لك ما تتكلميش تاني مع عائشه؟ انت اتكلمتي معاها صح؟ ايوه. انت اتكلمتي معاها ما تكذبيش صح؟ واتكلمتي معاها ليه بقى؟ مش انا قايل لك ما تتكلميش معاها؟ يا بابا عشان هي صاحبتي وانا ماليش غيرها، صاحبتي واختي وكل حاجه، هي مش بنت عمي بس. يعني ايه صاحبتك واختي؟ انا ما عنديش صحاب، هي بالنسبه لي كل حاجه. انا الوحيده اللي بتكلم معاها، انتوا ليه عايزين تفرقونا عن بعض؟ انا بحبها. انا متخانق مع ابوها وعاملين مشاكل الدنيا كلها. طب واحنا انا وهي مالناش ذنب، احنا لينا ذنب في ايه طيب؟ هو ايه احنا لينا ذنب في ايه؟ انتوا متخانقين احنا مالناش دعوه. يا هايدي يا حبيبتي ما ينفعش انا ابقى متخانق مع حد وانت تروحي تتصاحبي على بنته. يا بابا لا، دي برضه في الاول وفي الاخر اسمها بنت عمي. وانا بقول ما تكلمهاش تاني، الكلام يتسمع. لا يا بابا انا مش هسمع كلامي. مش هسمعي كلامي؟ اه. يعني مش هسمعي كلامي؟ يا بابا ما انا قلت لك كتير ان هي اقرب حد ليا، انت مش مصدقني. انا بحبها. وانا بقول يا بابا مش هسمع كلامك، وهي دي صاحبتي ومش عايزه اخسرها، وبحبها قوي. هو في ايه يا احمد؟ مش خلصنا اللي بينا ولا ايه؟ انت جاي تتخانق معايا ما تشوف بنتك. اشوف بنتي ايه؟ مش بنتك اللي بتروح تكلمها؟ ما حصلش، بنتك هي اللي بتيجي تكلمها، انا منبه عليها كذا مره ما تروحش تكلم هايدي. ماشي، وانا منبه على بنتي نفس الكلام، فنخلص الموضوع ده، كفايه المشاكل اللي حصلت بيننا، مش عايزين ندخل في حوارات، انا مش هنسى ان احنا كنا في يوم اخوات. ما تنساش ان انت اللي بدات المشاكل، وما تنساش ان انت اللي بتوقع دايما المشاكل يا محمد. مشاكل؟ يا عم روح شوف انت بتعمل ايه، عامة ما تخليش بنتك تتكلم مع بنت تاني. طب ما تمدش ايدك يا محمد وخد بنتك واتكل على الله. على فكرة بقى، عائشة أختي مش هنبعد عن بعض أبداً، وإذا كنتوا انتوا هتخسروا بعض فأنا وهي مش هنخسر بعض. أيوة مش هنخسر بعض، وأنا مش عارفة انتوا ازاي إخوات ومتخاصمين مع بعض. شفت بقى العيال قالوا ايه؟ ينفع اللي احنا فيه ده يا محمد؟ ما هو أنت اللي عملت كل ده يا أحمد. ما كانش ينفع يا محمد تصدق واحد تافه يوقع بينا. واحد تافه علشان مصلحته الخاصة يوقع بين أخ وأخوه، ده ينفع؟ طب هايدي خدي عائشة بنت عمك وروحي اقعدوا على ما أخلص أنا هتكلم مع عمك شوية. عائشة أنت واخدت هايدي وأنا هتكلم معاك. أنا مش عارف بقى إيه اللي بيحصل ده. بنات يعني البنات هم اللي ماسكين في بعض. وهما اللي هيخلونا نصالح بعض. احنا من الاول المفروض ما كناش عملنا ده مع بعض، يعني المفروض انت كان واحد جه اتكلم وانت عارف ان في طرف ثالث في الموضوع وفي حد بيوقع بينا تيجي تتكلم معايا، مش تعمل معايا كده. اه يا محمد انت جيت ما اصلا ما استحملتش كلامي، هو جه قال لك كلمتين انت جيت اتخانقت معايا. ما ينفعش تزعق معايا عشان خاطر واحد يا احمد، ولا تتكلم معاه وتخوننا عشان خاطر واحد. حصل خير يا محمد، وممكن ده يكون خير ان احنا نرجع الامور لبعضها. صلح كريم برضو وخير بإذن الله يا محمد. ماشي يا جماعة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والخصام ده مش حاجة حلوة، وياريت تعاتبوا بعض، ولو زعلان من حد روح قوله. يا جماعة اللي زعلان من حد يروح يصالحه، علشان الحياة دي قصيرة جدا. يا جماعة نبينا الكريم قال ايه؟ قال ان فترة الخصام لا تزيد عن 3 ايام. مبدئيا كده كل سنة طيبين، بمناسبة السنة الجديدة ممكن نستغل البداية دي ان احنا نفتح صفحة جديدة مع الناس اللي احنا بنحبها، نشوف الناس اللي احنا زعلانين من بعض وكان في بينا مودة وفي بينا حب، ونصالحهم وتبقى بداية خير عشان ربنا يفتحها علينا، لان الخصام ده يعني حاجة مش حلوة خالص، خاصة لو في ناس في بينا وبين بعض حب، فده ما ينفعش ينتهي بمشاكل او ينتهي بزعل. كل سنة طيبين.